GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. هشرح الاكشن بانل. بسم الله الرحمن الرحيم. هشرح الاكشن بانل، اكشن سكريبت بانل، وهبدأ اخش بقى في الاكشن سكريبت 3. عشان تخش في الاكشن سكريبت 3 لازم شوية متطلبات بسيطة كده تكون عارفها وتعمل حسابك عليها من الاول. اولا الاكشن سكريبت 3 اعرف اجيبها منين؟ لازم اكون عارف اجيبها منين. طبعا لازم يكون عندي لاير اسمها اكشنز، تمام؟ يعني يفضل جدا تعمل شغلك في لاير جديده اسمها اكشنز، تمام؟ فانا هعمل كرييت نيو لاير، دبل كليك هنا، اقول اكشنز بس. دي دايما بتبقى في اللاير اللي معمول فيها الاكشن سكريبت بتاعتك. طب افرض انت مش عامل لاير، افرض انت مش عامل لاير، هنعرف الكلام ده كله قدام. عايز بقى اشوف الاكشن سكريبت تيجي منين، بيجي من قائمه ويندو من فوق، واجي على اكشنز او اف 9 من الكيبورد كشورت كات، او لو انت رحت على اي كي فريم فاضي بلانك فريم هيفتح لك حاجه كده هنا اسمها ايه، السهم الصغير ده اسمه اكشن سكريبت بانل، بضغط عليه ضغطه يبتدي يفتح لي الاكشن بانل، او بضغط عليه ضغطه كمان بيختفي الاكشن بانل، ضغطه بتفتح ضغطه بتختفي. لو ضغطت ضغطه بلاقيها اتفتحت وده الشكل العام بتاعها. طبعا فوق هنا بقول لك الاكشن سكريبت بقى من اول ما اتعملت خالص، من الاكشن سكريبت 1 و2 الاثنين مع بعض، وبعدين بجمع لك الاكشن سكريبت سكريبت 3 لوحدها خالص. لو انت ضغطت على 1 او 2 بيجيب لك، طبعا شايف انت بالفرق كان هنا في سكرول كده وفي اكشن كتير. لو جيت ضغطت هنا على اي حاجه في دول بتفتح لك بقى الكلاسز وكل حاجه تبع ايه، يعني كل عنصر تبعه ايه، الستيتمنت، الكونستانتس، الكلام ده كله. طيب لو انا رحت على الاكشن سكريبت 3 اللي هي موضوعنا، هتبص تلاقي طبعا كتير، لان زي ما قلنا قبل كده في الانترودكشن قلنا ان الاكشن سكريبت 3 في امكانيات كتير جدا جديده، فطبعا لازم يكون في اكواد تناسب الامكانيات الكتير دي. طبعا هي بتنظمها احسن بكتير جدا جدا من اكشن سكريبت 1 و2. اكشن سكريبت 1 كانت مهرجله جدا وكانت يعني كل حته في حاجه، انما اكشن سكريبت 2 كانت احسن شويه. اكشن سكريبت 3 بداوا ينظموا فعلا اللغه، وبداوا بقى يقسموها كلاسز، كل حاجه تبع حاجتها. يعني شاركوا هنا الادوبي اير، شايف هنا الادوبي اير ده مثلا، هنا ادوبي اير، تمام. في طبعا كل ده تبع الفلاش نفسه. الاكشن بانل دي بتقدر تكتب فيها عادي جدا زي ما انت شايف، تمام. ولما تيجي تكتب فيها بيظهر لك، بيقول لك ايه الاكشنز، انا في السين 1 ماشي، اللي هو ايه، تعال هنا نشوف السين 1 ده فين. احنا هنا اهو، ده سين 1، احنا كده في سين 1، تمام. ممكن تعمل سينز من هنا، لو انت عندك كذا سين من هنا ممكن تعمله، مفيش اي مشكله. خلينا احنا في سين 1 دلوقتي، واحنا في اول واحده، في اول مين، فريم، في الطبقه او اللاير اللي هي اسمها الاكشنز 3. لو جيت ضغط بيقول لي ايه، انت فين، في السين 1 في الطبقه او اللاير اسمها اكشن 3، وبعدين انت في الفريم 1، وادي الاكواد بتاعتك. جميل. طبعا هو بيسطرها لك سطور بالشكل ده عشان تقدر توصل بالظبط او باسرع ما يمكن للكود بتاعك. تحت خالص هنا في اللاين، انت لما تيجي تروح بالماوس كده الارو، ضغطت على، خدت انا اللاين 9، بيقول لك انت في اللاين 9 اوف 17، كام لاين عندك بالظبط في الكول 1 اللي هو الكولم او العمود رقم 1. ممكن تضيف هنا اكشنز، امسح دول من الحته دي اللي هي بالظبط دي، دي هي دي بالظبط، بس هنا عشان توصل لها اسرع شويه، تمام. اهي لو جيت مثلا يعني ضغطت ضغطه كده بيظهر لك الكود، وبعدين تبدا تخش بقى في التفاصيل بتاعته بالشكل ده.
ده كان بالنسبة لإيديت الكود. ممكن لو أنت عامل كذا سطر من الأكواد، خليهم دول دلوقتي، ممكن هنا في فايند تعمل تشوف اي حاجه انت هنا عايز تشوفها مثلا، او اي كود انت عايز مثلا. الاكواد كتير، في مشاريع كبيره بيبقى فيها مثلا يعني اقل من، مش اقل من 50 سطر مثلا، او مثلا 300 سطر. يعني انا صادفت مره مشروع كان تقريبا 1000 سطر، تمام؟ فال1000 سطر دول طبعا عشان انت تقدر تقعد تدور في اللي انت عايزه، لا، فانت بتبقى مثلا حافظ اسم اوبجكت مثلا، وليكن مثلا جي اف اكس مثلا اندرسكور بي تي ان، فانت بتقدر تجيبه من هنا على طول فايند نيكست على طول، او بتقدر تعمله ريبليس على طول. قول له والله اعمل لي ريبليس للبوتن اللي اسمه جي اف اكس اندرسكور بي تي ان ب لايف مثلا اندرسكور بي تي ان، اعمل لي ده مكان ده، جميل. وبعدين بتقول له ريبليس اول، او ريبليس تاخده واحده واحده مش كده لو انت عندك سطور كتير. هنا بيقول لك انسرت، لو انت ما عندكش بقى خالص اي حاجه بيقول لك انسرت تارجت. لو انت عايز مثلا تقول له، لو انت عايز مثلا كذا موفي كليب، تعالى نحول حاجه موفي كليب، هنحول ده الموفي كليب ونسميه اي اس 3 بوتون، ماشي. وهنحول ده لموفي كليب ونسميه لوجو. لو انا جيت فوق كده وفتحت يعني الاكشن بانل وجيت ضغطت على دي، بيقول لك انت عايز ايه، ده ولا ده؟ طيب والله بقول له حط لي ده، او بقول لك انت عامل هنا انستنس نيم. يعني ايه انستنس نيم ريكوايرد؟ يعني مهم جدا انت تستخدم حاجه اسمها انستنس نيم. اقول لك والله عشان تستخدم الاكشن سكريبت ما ينفعش ابدا تستخدم اي اوبجكت تستدعيه من جوه الاكشن سكريبت من غير انستنس نيم. يعني ايه انستنس نيم؟ هو الاسم اللي بتنادي بيه على الاوبجكت ده او على العنصر ده من جوه الاكشن سكريبت. بتحط فين الاسم ده؟ بتحط فوق هنا. دي كده معموله عشان الاكشن سكريبت. ده هسميه لوجو، خد بالك من الحته الجايه دي بقى، اندرسكور ام سي، يعني اختصار موفي كليب، اختصار موفي كليب. طبعا هو مش اساس اللي انت تعمل اي اختصار موفي كليب يبقى ام سي، لا هو مش اساس، بس متعارف عليه اللي دايما عشان نحدد او نخلي ده نعرفه ان ده موفي كليب يبقى اندرسكور ام سي. ده هيكون بوتون زي ما انت شايف، هسميه اي اس 3 اندرسكور بي تي ان، انتر. بقول لك لا، ما تستخدمش في الانستنس نيم اي سبيشال كاركتر، يعني الدوت والحاجات دي والتلاتات والحاجات دي لا، فانت تستخدم بس حروف، تمام؟ يبقى تشيل ده كده خالص وانتر، هيقبل معاك مفيش مشكله. هنيجي من فوق ونروح ضاغطين هنا ونقول اديني الاوبجكت ده مثلا اللي هو اللوجو اندرسكور ام سي، اقول له اوكي. بيقول لك عايز تعمل ايه فيه بقى؟ انت كده استدعيته وابدا اتعامل معاه في الاكواد، جميل. يبقى انا كده عرفت ازاي اتعامل مع الاوبجكتات داخل الاكشن سكريبت. لازم يكون في انستنس نيم عشان تقدر تستدعيه من هنا، تقول له الاوبجكت ده حط لي عليه كذا وكذا وكذا. ده علشان ديبج اوبشن، ده مثلا هنكتب حاجه زي كده. خلينا بقى نحدد على دول ونقول ايه تشيك سينتاكس، يعني اقول لك الاخطاء اللغويه ايه، يعني شوف بقى انت يعني لو في اخطاء لغويه في الكود نفسه او الكود مش مكتوب صح بيبتدي يعمل لك تشيك عليه. يعني مثلا نختار ده، ونروح على كود سنيبتس اللي هي من هنا قائمة ويندو، وعندك حاجة اسمها كود سنيبتس اهي، بضغط عليها بتظهر لك بالشكل ده اهو،
او تظهر لك لوحدها بره وانت تبدا تعمل لها دراج على جوه. بيفتح لك حاجات كتير. دي اكتر اكواد الناس بتستخدمها في كل مجال من دول. الفلاش اس 5 ما فيهوش اخر تقريبا، ما فيهوش حته الموبايل دي على ما اذكر يعني، او في الموبايل اول واحده بس اللي هو تاتش ايفنتس، وبعد كده ما فيش الكلام ده كله، ما فيهوش الاير. لما جم طوروا الاكشن سكريبت والادوبي فلاش سي اس 5.5 وبداوا يعملوا اميجريشن ليه او تعامل كويس قوي بين الفيرجنات بتاعت ادوبي، من ضمن الكلام ده هنتكلم عليه على فكره لما نقول ازاي عملوا اتحاد بين البرامج او وفقوا بين البرامج اللي ممكن تستخدم تتنقل من الاستريتور للفوتوشوب للبرامج دي من خلال الفلاش. في حاجه اسمها برنامج اسمه اير بدأ يحط لك الاكواد اللي تنفع هنا لو انت بتعمل ابلكيشن للاير من خلال الفلاش هنا بالطريقه دي تستخدمها على طول. انا حددت، بص خد بالك، انا حددت الاوبجكت ده لازم احدد الاول عشان انزل عليه اكشن سكريبت، وبعدين بروح على اي حاجه من دول بعمل عليها دبل كليك، بفتح كده اعمل دبل كليك على ده بيتفتح لي مين داخل الاكشن بانل حاجه زي كده، نزل لي عليها الاكواد بالشكل ده. طيب بقول لك هنا هو ده ايه، كليك تو جو تو ويب بيج، يعني لو انا ضغطت على البوتون ده هروح على ويب بيج. هنا طبعا بيقول لك الويب بيج ده بيوديك فين، بيعمل ايه، وبعد هنا الانستراكشن بيقول لك هتعمل ايه بقى. دايما بتلاقي انستراكشنز بيقول لك هتعمل ايه بالظبط، بيقول لك ريبليس اليو ار ال ده باليو ار ال بتاعك زي ما انت عايز. طبعا ده ما بكونش عايزه، تمام، دايما ممكن امسحه او ممكن اسيبه زي ما انت عايز، ما فيش اي مشكله. انت كبدايه ما فيش مانع ابدا ان انت تستخدم الكود سنيبس لان هو فعلا مغطي لك حاجات كتير، مش عيب ابدا ان انت تستخدمه عشان تقدر تفهم الاكواد زي ما احنا هنعمل دلوقتي واحده واحده، وبعدين نكتب الكود واحده واحده. لو انت شايف ان انا هنا شايف في علامتين دول، العلامتين دول بيقول لك حط لي اللي بين العلامتين دول بالجراي اريا، شايف يعني اي كتابه بالجراي كده الفلاش مش قاريها كانها اكواد، كانها هنت، بيقراها هنت لكنها مش كود. انما اي حاجه بالاسود الغامق كده مثلا او الازرق او الاخضر او البنفسجي دي كده ضمن الكود، ده الفرق بين الاثنين. طب اعمل دي ازاي؟ لو انا جيت شلت ده كده، تعال شيل دي، هتبص هتلاقي كل ده اتحول لك لمين، ده بقى يقرا اكواد. يعني لو جيت ضغطت ضغطه هنا شيك سينتاكس هيقول لي ده في ده بيشتمني، يقول ده في بلاوي. دبل كليك هنا بيجيب لك فين المشكله، دبل كليك على الكود او على الايرور نفسه بيقول لك فين المشكله، بيقول لك والله انت ناسي حاجه، في حاجه هنا مش مظبوطه، تمام. اضغط كنترول زد وبقول له دايما داش استريك واستريك داش، تعال نشوف فين نقدر نوصل له على طول. انا مثلا كاتب الهنت بتاعي، الهنت بتاعي ده على الكود مثلا، والله بقول له ان الكود ده بيودي لكذا، عشان انا دايما خد بالك برضو عشان انت تبقى مبرمج كويس لازم تكتب هنتات على الاكواد بتاعتك عشان تقدر توصل لها على طول، لان زي ما بقول لك لو في مشاريع كبيره، لو 50 سطر، لو 100 سطر، لو 1000 سطر تقدر توصل لها، لا يمكن بعينك تقدر توصل لها بسرعه، لازم الهنتات دي علشان تقدر تتعامل مع الاكواد بسهوله وترجع تقدر ترجع لها في اقرب وقت واسرع وقت. ازاي اعمل الهنتات؟ في هنا ابلاي بلوك كومنت، ابلاي لاين كومنت، وبعدين بنشيل الكومنتات. كومنت يعني تعليقات، جميل. طيب والله انا هروح جاي واخد له دي كده على بعضها واقول له اول واحده ابلاي بلوك كومنت، اروح جاي ضغط عليها ضغطه بيزود لي الاستريك اللي هو الداش استريك وبعدين استريك داش بالطريقه دي، وحولها لي لمين، لتعليقات بالشكل ده. لو عايز اشيلها بروح جاي هنا بروح ريموف، وهنا ده بقى لسطر واحد، ده لسطر واحد، هنا بيتعامل مع السطور، يعني قبل كل سطر عملها لك اتنين داش بالشكل ده.
يبقى في فرق بين الاثنين، واحد اتعامل لي باللاين الواحد، واحد اتعامل لي نظام التعليقات، واحد اتعامل لي بالباراجراف. يعني معنى الكلام ده اللي انا لو عايز اعمل هنت، كل اللي انا بعمله بعمل دبل داش بالشكل ده واكتب اللي انا عايزه. قول له this، طبعا بالانجليزي مفيش حاجه اسمها عربي هنا خالص. This code is كذا كذا كذا. لو كتبت له اي حاجه في البطيخ هيقبلها، مش هقول لك لا. ليه؟ لان ده مش اري كود او اري تعليقات، مفيش اي مشكله. لو جيت انت كتبت باراجراف سطر، تمام، وجيت عايز كل السطر ده مره واحده يتعمل له هنت، يا تعمل له داش استريك، بص خد بالك كل اللي بعد الداش استريك راح مطيره لك على طول، محوله لك مين؟ تعليقات. لازم تقفل بقى هنا عشان يقرا لك بقيه الكود، يعني انت عايز ده بس الحته دي بس، انما الكود تحت تروح جاي عامل له بدل الداش استريك يبقى العكس بقى، يبقى استريك داش. لو انت شغلت اي لغه برمجه تانيه فيها نفس السيكونس، نفس الطريقه بتاعت التعامل مع الاكواد بالشكل ده. يبقى هنشيل دول ونخلي دول عبارة عن apply block comment بالطريقة دي. ده عبارة عن الهايد والشو بتاع التول بار بتاع اللي هنا ده. نضغط ضغطة بيتشال يطلع فوق، نضغط ضغطة كمان بتحط بالشكل ده. دي عبارة عن اوتو فورمات بيظبط لك بس طريقة كتابة الأكواد، بينظمها لك. لو انت ضغطت ضغطة كده تبص تلاقي هنا حاجة اتنظمت كده. لو انت كاتب بقى حاجات كتير، أكواد كتير، بتبص تلاقيه بيبتدي ينظمهم لك بطريقة كويسة مريحة للعين بشكل ده ليس إلا. شو كود هنت بيقول لك؟ لو انت ضغطت ضغطة كده بيقول لك انت عايز تكتب، بيديك حاجات تخمينات للأكواد اللي انت ممكن تكتبها بعد الكوز ده. جميل. فبيقول لك مثلا انت عندك حاجات كتير ممكن تفضل، يعني شوف اللي انت عايزه وبتبدا تتعامل معاه. لو ضغطت على دبل كليك بينزلها لك بالطريقه دي على طول. ديباج اوبشنز، لما يكون في اكواد بيظهر لك بالشكل ده توجل بريك. لو عايز تعمل بوينت على هنا على السطر ده، لو في اي حاجه عايز ترجع لها تبقى تعمل عليها بوينت بالشكل ده، ك حاجة مثلا يكون انت حاجة للعين عينك انت بس، عشان يوريك ان في حاجة هنا تبدأ ترجع لها تاني بالطريقة دي، او ريموف بالشكل ده. يبقى كولابس توين. لو انت جيت مثلا حددت على دول وضغطت ضغطت ضغطة كده بتلاقي كل ده بتروح جاي مثلا جايبه لك في علامة زائد وعامل لك كولابس ليه، عامل لك كولابس ليه. ممكن تضغط عليه دبل كليك بيفتح لك بالشكل ده، او تعمل له مينيمايز من هنا او ماكسمايز. جميل. تمام. يبقى هنا دي عملها لك كولابس. طيب انا مش عايز الكولابس دي، روح جاي اكسباند اول، روح جاي شايل كل ده وضغط بره كده بتلاقيه مفيش حاجه موجوده خالص. هنا برضو بيديك حاجة زي كده اهو، ولو ضغطت عليها ضغطة برضو مفيش مشكلة، هي نفس النتيجة. يبقى احنا فهمنا التولز اللي فوق دي، هي تولز بسيطة جدا، وفهمنا الحتة دي، وفهمنا الاكشن بانل وازاي نتعامل معاها، وازاي الفرق بين الاكواد. فاضل حاجة بسيطة خالص ممكن اقولها لك، ان انت ممكن الكود سنيبتس اللي احنا بنقول عليه اللي هو ده تفتحه من خلال دي او تقفله. طبعا هو موجود اهو، تفتح بالشكل ده. لو هو مش موجود هنا اصلا خالص بتفتح لك بقى على طول هنا، هتلاقي عامل ريبليس في الحته دي. المنطقه دي بيلت سكريبت باي سيلكتنج ايتم فروم ذا اكشنز تول بار. لو انت ضغطت هنا بيقول لك بقى ايه، بتفتح لك هنا مثلا زي ما تضغط عليها على اي حته من دول بيتفتح لك بقى السكريبت بتاعك عبارة عن سطور بالشكل ده. ودي ما بنستخدمهاش يعني كتير، كانت بنستخدمها كتير قوي في الاكشن سكريبت 1 و 2، بس هنا كل حاجة واضحة اهي ما فيهاش اي مشكلة. نشيل
حاجة أخيرة في المحاضرة دي، دايما شوف انا يعني انا مع اني كاتب الاكشن 3 طبقة للاكشن او لير للاكشن، هو عمل لي اكشن تانية اسمها لير تانية اسمها اكشنز. ليه؟ لان انا عملت دبل كليك من هنا. طب تعالى بص، شيل كده، شيل ده كله، شلت الاتنين خالص ورحت جاي عامل كده او هنا مثلا، ورحت قايله دبل كليك، بص فوق، راح جاي عامل لي لوحده طبقة اسمها اكشنز، وراح منزلني فيها مين؟ الفريم بتاعي اللي فيه الاكشن سكريبت. شكل الفريم بتاع الاكشن سكريبت دايما فيه اتنين نقطتين بالشكل ده، كويس؟ طب انا لو نزلت رجعت تاني وعملت تايم بالطريقة دي، الحتة اللي انت واقف فيها هينزل لك عليها الاكشن بتاعك. يعني لو انا واقف على 45 وغطت ضغط كده ورحت جاي منزل عليك والدبل كليك، بيروح منزلني فين؟ في ال 45، ويروح جاي عامل لي لاير جديدة بالشكل ده، كويس؟ يبقى منزل لي الموفي بتاعي هيمشي، وأول ما يوصل لل 45 هيبدأ يتطبق اللي أنا بقول له عليه أو الكود بتاعي في الفريم 45، وراح عامل لك لاير لوحده. طب لو أنا ضغطت على واحد تاني، الأوبجكت تاني، وجيت في اللاير، في نفس اللاير مثلا عايزها، او اقصد في فريم تاني، وجيت ضغطت مثلا دبل كليك هنا، يقول لي ايه؟ انا ما حددتلوش الظهر، نسيت. فبقول لي انت لازم تختار اوبجكت عشان انزل لك عليه الاكشن بتاعتي. فبضغط على كده، بحدد عليه، وبعدين دبل كليك، وروح منزل لي بالشكل ده، بس في نفس اللاير، في نفس اللاير. فانت عشان ما تلخبطش نفسك، لو انت تستخدم الاكشن الكود سنيبتس، ما تعملش، اطمن يعني، ما تعملش لاير جديده، سيبه هو يعمل لاير ونزل لك كل حاجه. بس خد بالك، لازم تكون متاكد انت واقف فين. خد بالك من دي كويس قوي، عشان في ناس دايما في البدايه مبتدئين بيغلطوا في الحته دي. خد بالك انت واقف فين، لان مكان ما انت واقف هينزل لك الاكشن بتاعك او الكود بتاعك، وهتبص تلاقي فيه بعد كده مشاكل. لو عايز تنقل الاكواد دي من حته لحته، مفيش مشكله، زي اي فريم عادي جدا، بتنقله هنا، بتنقله في الاخر، في اي حته، مش هقول لك مشكله، مش هقول لك حاجه خالص. بس خد بالك، راعي ان كل الاكواد بتاعتك تبقى في لير واحده واسمها اكشنز او اي اس 3 او اكشن سكريبت او اي حاجه تدل انها دي الاكشن بتاعتك. نكمل الفيديو الجاي. سلام عليكم.